طبعا عايز اقول لكم ان الجامعه لما اعطت الدكتوراه الفخريه النهارده للرئيس عبد الفتاح السيسي، ده دليل على اهتمام الجامعه ومتابعتها دايما الجامعات العريقه تقوم بتقليد مشهور عنها، وهو منح الدكتوراه الفخريه للشخصيات العامه التي ادت خدمات لدولها او ادت خدمات كبيره. ما بيكونش المسألة من فراغ. على الهاتف الدكتور عدلي سعداوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دكتور عدلي مساء الخير يا فندم. سنور محمد داير، أهلا بيك. أسبوع حافل بالزيارات الخارجية، بلقاءات قمة، بتحركات مختلفة في مناطق مختلفة من أوروبا وأيضا الوطن العربي، لقاءات مع الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس بايدن، لقاء مع قيادات دول مجلس التعاون الخليجي، قمة خليجية مصرية أمريكية، ثم تحرك مع المستشار الألماني، ثم بعدها مع الرئيس الصربي وزيارة لصربيا. رأيك إيه في الأسبوع ده، في الرسائل المختلفة التي خرجت من مصر إلى العالم في هذا الأسبوع؟ أسبوع حافل الحقيقة من اللقاءات والزيارات واللقاءات الفارقة كمان، مش أي لقاءات، وبتؤكد أن مصر لاعب هام ولاعب رئيسي على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. طبعا بدأت الزيارات بلقاء القمة الأمريكي مع دول الخليج ومصر والأردن والعراق، وما أكدته مصر وما أكده الرئيس في كلمته من أن مصر دولة تسعى إلى الوئام والوفاق والسلام على المستوى الدولي، وهي دولة لا تدعي أنها قادرة على أنها تحارب وتدخل في حروب مع أحد أو تحط نفسها في إطار ضد أحد، وإنما تسعى إلى الوئام والسلم لجميع الأطراف في العالم وتسعى إلى تحقيق مصالحها. وربما كان أكبر شيء حققته مصر هو كلام الرئيس بايدن عن موضوع المياه وموضوع سد النهضة وموضوع قضية المياه في دول حوض النيل، وإن هناك بيان دبلوماسي سيصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية، وسبقوا طبعا بيان من الوزير خارجية أسبانيا ومن المفوض الأوروبي ومن وزراء أفارقة عن أن مصر تسعى إلى إيجاد حل ودي وسلمي مع إثيوبيا من خلال اتفاق قانوني وملزم يضمن حقوق كل الأطراف. هذه الرسالة تم تكرارها في كل الزيارات خلال هذا الأسبوع، ويتم أيضا التأكيد عليها في أي زيارة خارجية أو استقبال خارجي مع أي احتكاك مع أي دولة في العالم، ودي رسالة مصر الرئيسية في الفترة اللي فاتت، صح ولا أنا غلط؟ ما يا محمد بيه، دي قضية القضايا، يعني هي بالزبط. قضيتنا الأولى، لأن شريان البقاء وشريان البناء وشريان التنمية في مصر مرتبط ارتباط كبير وارتباط رئيسي بحوض النيل وبمياه نهر النيل، وبالتالي هذه قضية مصر تمد يد الصبر والحكمة والحرص على الوفاق والحرص على العلاقات الآمنة والمستقرة في الشرق الأفريقي وفي القارة الأفريقية، وتقدم نموذج لدول العالم في الحرص على السلم والحرص على إيجاد حلول لأي مشاكل ولأي خلافات من خلال العلاقات الدبلوماسية ومن خلال المفاوضات ومن خلال العرف والقوانين الدولية والحقوق التاريخية المكتسبة، وده بيؤكد احترام مصر لقيمها واحترام مصر لإقليمها واحترام مصر لدورها الحضاري. لكن هذا لن يستمر طويلا، وإنما نحن حريصين تماما على حقوقنا التاريخية التي لا تنازل عنها بالمرة، لكن نحن كدولة لها وضعها ولها قيمتها ولها دورها الإقليمي والدولي بنحرص على الحكمة وعلى الصبر. لكن هذا الصبر دكتور عدلي، هل تعتقد بما أن قمة المناخ الكوب 27 اللي هتكون في نوفمبر القادم تهتم جدا بالتصحر، تهتم جدا بقضايا المياه وتوفير المياه سواء بقى للزراعة أو غيرها، هل تعتقد أن ملف سد أثيوبيا يجب أن يطرح بشكل أقوى، وهل تعتقد أنه سيناقش في قمة المناخ القادمة على اعتبار أنه مؤثر؟ بالتأكيد سيكون أحد أهم الموضوعات التي تناقش، وسيكون هناك إجماع دولي بعون الله على أن مصر لها حقوقها وأن مصر صاحبة حق
وان حق مصر لن يضيع ابدا، وان العالم كله بيقف الى جوار مصر في موقفها المتطابق مع القانون الدولي ومع الاعراف الدوليه ومع علاقات حسن الجوار بين الدول وبعضها البعض. طيب النهارده زياره لبلغراد، ايوه زياره صربيا بقى، الناس بتقول لك اوكي المانيا في في, في في مؤتمر دولي وحاجه خاصه بالكذا، الرئيس بايدن وقمه كذا، ليه صربيا؟ زيارة صربيا دي يا محمد بيه، ايوه زيارة بتعيد انتاج اهم حركة من حركات العلاقات الدولية وهي حركة عدم الانحياز. تذكر سيادتك جيدا ان طبعاً. اول اجتماع لحركة عدم الانحياز كان في باندونج في سنة 55 في ابريل 55. تمام يا فندم. وهذه الحركة النهاردة بيعاد النهاردة انتاجها مرة اخرى، وزيارة الرئيس النهاردة بتؤكد هذا وبتؤكد السعي لايجاد مجموعة دولية تقف على الحياد بين الاستقطاب الدولي اللي بيتم الآن بين الاتحاد بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية أو بين حلف الناتو وبين الولايات وبين روسيا. بالضبط كده. هذه الحركة النهاردة بيعاد إنتاجها، وأصبح زيارة الرئيس النهاردة بتحط نقطة رئيسية في إعادة إحيائها مرة أخرى اللي أساسها أو الأوائل جوزيف بروز تيتو لما كان رئيس يوغوسلافيا والرئيس عبد الناصر ورئيس احمد سوكارنو وجواهر الآل نهرو رئيس وزراء الهند واحمد والرئيس هواري بوميدين الجزائر ورئيس نكرومه في غانا، والحركه دي جمعت 120 دوله على مستوى العالم، كانت اهم حركه من حركات التاريخ الانساني اللي بيؤكد فيه الدول حرصها على استقلالها وحرصها على حيادها وحرصها على مصالحها. واصبح النهارده هناك ضروره قصوى لمثل لإعادة يعني زخم هذه الحركة مرة أخرى، وهذه الزيارة هي بداية لتأكيد هذه الحركة وإعادة إحياء تاريخها مرة أخرى وإعادة إحياء دورها على المستوى الدولي والمستوى العالمي اللي احنا أصبحنا فيه النهاردة بين استقطاب للناتو والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية. وهذه الزيارة طبعاً يعني كللت بالدكتوراه الفخريه اللي منحت لسياده الرئيس من جامعه بلغراد، وده يؤكد برضه زي ما سيادتك ذكرت التحيه والتقدير للرئيس والشعب المصري فيما قدم في السنوات السابقه من دور لاحياء وتصحيح المسار التعليمي والصحي والتنموي في مصر خلال فتره رئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي. دكتور عدلي سعداوي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذا الإيضاح.